أخيرا يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، السواك أثناء الخطبة في خطبة الجمعة والإمام يخطب أو عند إقامة الصلاة نجد البعض من الناس يحرؤون إلى سواكهم عند الإقامة، طيب هذا لأنه مطلوب أن يشتاك قبل الصلاة، أما وقت الخطبة فلولا أن يقطع الحركة وأن يستمع للخطبة ولا يتحرك لا بسواك ولا بغيره.